يا رجعنا تاني، واضح ان في مشكلة في النت. معلش نحاول تاني، ربنا يسر، مبقاش في مشاكل. اجينا الحالة young female patient حوالي 18 سنة. كانت presenting by acute onset of this lesion seen on the left forearm and the left hand. أكيد طبعا هو في acute onset، واضح تماما إن الحالة straight forward كديagnosis، إن دي واحدة حطت حنة وحصل لها المشكلة دي. السيفير بريزنتيشن زي ما قلت قبل ما الفيديو يقطع، ان الحالة دي كومن حقيقة عندنا، بنشوفها في مصر كتير تقريبا، لان في مشكلة في انواع الحنة المستعملة، ربما due to individual variations. الحقيقة بنشوفها كتير جدا، زي ما قلت انا لسه شايف امبارح في الزقازيق في العيادة الخارجية امبارح just حالة exactly the same but to less severe degree. طيب what is the diagnosis؟ اعتقد ان احنا اتفقنا كلها على الدايجنوزس ستريت فورورد، which is حد بقى يبدا يشاركنا كده في الدايجنوزس. diagnosis of this case is what؟ نسمع كده اي كومنت او نقرا اي كومنت منكم. اهلا يا دكتوره ولاء، حضرتك اللي منورانا، وازاي حضرتك لسه في دبي ولا رجعت السعوديه بقى؟ ان شاء الله نشوفك دايما على خير في دبي وفي السعوديه وفي مصر وفي كل حته. نحاول كده نشوف زي ما اتفقنا الدايجنوزيس ستريت فورورد، بس انا لسه ما شفتش ولا كومنت على الدايجنوزيس اللي هو ستريت فورورد دايجنوزيس، عشان نقول ايه النقط اللي هتهمنا في الدايجنوزيس، ثم الاهم ايه النقط اللي هتهمنا في تريتمنت، لان دي مشكله فيها بتقابلنا، عايزة طريقة معينة في التعامل. اه مظبوط يا دكتور ولاء، حنة درماتايتس. هي حنة درماتايتس دي عايزين نشوفها، ان يعني ان ساينتفك تيرمز عندنا في الجلدية بنسميها ايه؟ وات تايب اوف درماتايتس. نسمع كده مع بعض او نشوف هي تبقى ايه، يعني كرونيك اكيوت سب اكيوت. طب اهلا يا دكتور علي، اعتقد علي من العراق مظبوط. دكتور وسام اهلا بيكي. طيب زي ما اتفقنا نقول ايه وات تايب. دكتوره ولاء اصلاً كانت بتقول ان دي حنه درماتايتس، اوكي، بس اليرجيك كوندكت درماتايتس ولا برايمري اريتنت ولا كده. المهم احنا كوندك درماتايتس اللي هنتفق عليه، لو العينه دي حطيتها قبل كده وبعدين ما كانتش جات لها او كده، مايدلي اند كرونيكلي ديفلوب ذيس ليجن، نبدا نقول عليها ايه الرجيك. موست بروبلي معظم العيانين بيبقوا طبعا هي اما الرجيك يا اما برايمري اريتنت، يعني هي differs according to the condition and the history of the patient. يبقى احنا معانا contact dermatitis. طيب ال contact dermatitis في الشكل اللي قدامنا اللي هو الايد، اللي هي حد يوصف لي ال presenting lesion. خلاص احنا اتفقنا ان الحالة straight forward وما فيهاش اي مشكلة من ناحية ال diagnosis ان هي contact dermatitis. ايه بقى ممكن تكون البريزنتيشن، ايه اللي احنا شايفينه معانا؟ حد يوصف الكلينيكال بريزنتيشن اوف ذيس اكيوت كونتاكت درماتايتس، لان طبعا اكيد مش كرونيك كونتاكت درماتايتس، لان هي دي ظاهره جاست تو وان اور تو دايز، يمكن ذا سيم داي كمان بدات تظهر، لكن بانت اكتر باي تايم. فهي البيشنت ده معانا. اهلا يا دكتور مصطفى، منور. انت لسه هنا في مصر ولا سافرت؟
تشارك معانا كده. انت قلت ان ايه، انا دكتور ايمن عبد المقصود، وحشنا والله، من زمان ما شفناكش ولا سمعنا صوتك يا حبيبي. انت ما رحتش مع الجماعه طول المنصوره دبي، قاعد هنا لسه عندنا في المنصوره وكده. طيب يا دكتوره جهاد بتقول ان هي تيكس الشيب اوف ابلكيشن. اوكي مظبوط، هي تاخد نفس شكل الابلكيشن، بس ستيل ده اكزما، نوع من انواع الاكيوت اكزما اللي هي الاكيوت كونتاكت درماتايز. فاللي انت شايفاه ايه قدامك يا دكتوره جهاد؟ هل يعني ايه الوصف اللي موجود؟ يعني هل هو جاست ان هي يعني واخده اللون وخلاص؟ طب اوكي، ما ده لون الحنه. يعني ايه اللي يخليني افرق بين ان دي لون الحنه العاديه او الحنه حصل منها حساسيه؟ فانت بدات تقول اهو مظبوط اكيوت فيزيكولار ليجن، مظبوط دي وان ايتم، هي فيها فيزيكال ومش فيزيكال بس، وفيها فيزيكال وبولي كمان. لو بصيتي على الكلوز اوف فيو هرني ايمن. طيب يا حبيبي منورنا هنا في المنصوره. اه والله يا دكتوره، ولا انا كسلت السنه دي اروح دبي الحقيقه، رغم ان انا كنت مدعي الحقيقه، بس كان في ظروف كده ومكسل شويه انا في السفر اليومين دول. ففي اكيوت فيزيكولار ليجن بس مش فيزيكولار اونلي، في بولي كمان. طب ايه تاني غير البولي اللي احنا شايفينها؟ يعني هل هي اونلي بولي او الفرق؟ يعني دايما لما نحب ان نقارن او نعرف بالظبط الديفينيت فايندينج بنقارنها بالنورمال سكين. نورمال سكين قدامنا في فرق واضح جدا بين الاي دي والاي دي، الايد اللي افكتد اللي هي الشمال والايد اللي مش افكتد، بالذات لما تبص على الكلوز اب فيو بتاعه الهند واضح فيها حاجات، من ضمنها زي ما دكتوره انيس بتقول البولي. طب ايه غير البولي؟ هل في بولي فقط؟ هل في رسيمه؟ هل في سويلنج؟ هل في ديما؟ هل في كده؟ هل في كراستيشن؟ بدا يبقى في كراستيشن ولا مفيش؟ نسمع بقى كده. برضه تقريبا في مشكله تاني، معلش يا جماعه. الدكتور جهاد بتقول في اديما، الاديما واضحه جدا يا دكتوره جهاد الحقيقه خالص. يعني مش عارف هل هي كده واضحه ولا ايه. في البوله واضحه طبعا اهيت. اعتقد انا لما قربت كده واضح قوي فيه هنا اللارج تنس بولي دي اللي انا مشاور عليها بالده، دي اليفيتد، دي بوله بس واخده طبعا اللون البني بتاع الحنه، ودي البوله اللي طالعه جنب الحنه من غير ما تبقى متاثره بالحنه، لان دي فيها ايه كلير فلويد، ودي برضو بولي، ودي بولي. كل الليجنز بتاعت الحنه بقت اليفيتد، كلها مليانه فلويد. شايفين ده فلويد وده فلويد ودي فلويد برضو. دكتور امين عسكر المنور، دكتور امين وحشنا والله، ده انت شرفتنا خالص، من زمان ما شفناكش يا سعاده الباشا. اهلا يا دكتوره معي، منوره حضرتك وكل الزملاء والزميلات. فشايفين كده وانا مشاور على عامل كلوز اب فيو اهوت على الكلير سيروس بولس ليجن، وكل الليجن دي كبيره قوي، دي بول كلها الخطوط المرسومه دي كلها فيها فلويد، وهنا في كراست اهو بدا يتكون اللي انا برضو مشاور عليه، مقرب اهو كلوز اب فيو على الصوره، وده الفيزيكال زهايد. يبقى زي ما الدكتوره جهاد قالت، احنا عندنا فيزيكولار ليجن، بولس ليجن، كل الليجن دي الليفيتد دي بولس ليجن، الرسمه دي كلها تحتها ميه، ودي كراست بدا يكون اهوت، ادمت شويه فبدا تهيل الفلويد، بدا يريزولف في الحته دي اللي عليها السهم، وبدا يحصل كراستيشن، وهنا البول اهي السيرس فلويد جنبها، ده رياكشن بقى من
besides the active lesion اللي هي بتاعت الحنة وده بدأ يبقى فيه كراست. So الحالة الإيدي واضحة بقى من بعيد شوية اللي هي التانية. لما بناخد هنا لو بصينا على الإيدي والإيدي طبعا واضح جدا ان دي سو إيديماتس. واضح بقى ده النورمال هاند اند فور ارم وده الابنورمال. الابنورمال هنا الهاند هايلي سوالن. الريسيما موجودة بس الحقيقة هي كونسيلد بايز ذا ليجن بالحنة اللون البني. انما البولس ليجن البولس رياكشن هو الموست بروميننت ليجن. هو الموست بروميننت ليجن البولس ليجن. انا مش عارف النهارده الحقيقه ايه المشكله بجد غريبه. دكتور ايمن فاروق منور يا حبيبي يا نهار ابيض، ايه الفرصه الجميله دي؟ وازيك وازاي الكويت والاخوه جميعا في الكويت. دكتور مصطفى صنبل ودكتور حسين سلمنا على الجميع عندك ويا رب ترجع بالسلامه ان شاء الله. هنرجع تاني للحاله. بنقول ان هنا القصة بقى في what is the treatment. هي دي المهمة الحقيقة. الكلينيكال ابليكيشن بتاع الحالة دي مش الدياجنوز because it is an easy one. just بالهيستوري. الهيستوري واضح تماما، واحدة حطت حنة وجالها severe reaction بعدها اللي هو الكونتاكت درماتايتس الاكيوت سيفير كونتاكت درماتايتس ده. انما how to deal بقى هي هنا القصة، لان البيشنت مثلا actual البيشنت دي كانت راحة قبل ما تجيلنا في الشغل في الجامعة عند حد تاني وديها رسبوع وديها تريتمنت. التريتمنت ده ما جابش نتيجة وبالتالي سيك دي ميديكال ادفايس عندنا. فهنشوف يا ترى ايه الـ what's wrong او ليه العلاج الاولاني ما جابش نتيجة. اهلين يا دكتورة شيماء. وليه العلاج اللي احنا بنقترحه وليه اهمية الحالة، يعني المفروض احنا نديها ايه عشان يبقى انا اتعامل مع الحاله دي بالتعامل الصحيح. يعني ده السيفير رياكشن ممكن يبقى فيه مشاكل كتيره قوي. ايه اكتر مشكله ممكن تحصل لي مع العيان ده وانا خاف لو ما اديتهاش علاج افكتيف اند مش عايزين نقول اجريسيف لكن ستريكت تريتمنت كده حاسم وحاد يعني. وممكن ايه نقترح مع بعض العلاج اللي ممكن يكون للبيشنت ده. اهلا يا دكتورة هالة السيف، ربنا يبارك في حضرتك. حد يشارك معانا العيان ده انا هديله ايه؟ هو جانا بالصورة الجامدة قوي دي، عايزين نديله تريتمنت. هو خد اكشوال تريتمنت قبل ما يجي نشوفه. دكتورة منى علي بتقول سوبر بوتنت سترويد. اوكي دكتور عفاف عامر بتقول سيستميك سترويد. دكتورة سناء علي بتقول سيستميك سترويد انتي بايوتيك اند بوتاسيوم برمنجنيت. دكتورة سناء علي بتقول ان مشكلة معلش يا جماعة في مشكلة عندي في النت النهاردة والحقيقة مش عارف ايه هي. لي دي اول مرة تحصل من زمان جدا، عمرها ما حصلت معايا خالص النت عندي مظبوط. طيب دكتور ايمن عبد المسؤول كان بيقول تعليق كويس مهم ان القصة ممكن مش ديوتو الحنة نفسها، لا هو بيبقى فيه اديتيف ماتيريالز بتضاف عشان تدي كولر. فالماتيريالز دي ممكن جدا تكون هي السبب وده مظبوط جدا. هو الحقيقة مشكلة في انواع الحنة والناس كتير يقول الحنة الصيني مش عارف ايه، يعني بنسمع كتير من الفيميلز اللي هو بيجي لهم الرياكشن ده كل واحد يقول دي فيها مشكلة ده دي مش عارف ايه باد كواليتي ده دي كذا.
انما النقطه دي مهمه. لا لا دكتور ايمن، لكن هي في النهايه ايا كان الاندرلاينج كوز، احنا طبعا جالنا الايه القصه بتاعت السيفير كوندكت درماتايتس. هي دكتوره اسماء محمود بتقولي بصي يا دكتوره اسماء، هي البيشن ده اكشوال كان خد انتي هيستامين قبل كده، هل الانتي هيستامين غلط؟ لا اكيد مش غلط، بس هي القصه ان هو مش هيجيب رياكشن، مش هيجيب اي نتيجه مع البيشن ده. هو فعلا خد ورجع لنا تاني ليه؟ لانه ما جابش نتيجه، ما جابش نتيجه، لان هنا الرياكشن ده السيفير رياكشن مش هيدين معاه الا سيستميك سترويد، عشان الكونتاكت نيتشر ده مش هينفع معاه الانتي هيستامين. ودي قاعده عامه طبعا مش موضوع الحنه بس، بليز لو جالك سيفير كونتاكت درماتايتس او سيفير الرجيك او دراج رياكشن سيفير، بليز ابتدي على طول بالسيستميك سترويد، لان اولموست الانتي هيستامينز ويل اد نوثينج. يعني انا ممكن توبكال سترويد يجيب نتيجه افضل من لو انا اديت الانتي هيستامين لوحده. فانا مش عايز اخاف من قصه الاسترويد، لا الشطاره زي ما احنا شرحنا، وحد من منكم كتير اكيد حضر معايا الاستينك سترويد قبل كده، ان انا الاسترويد ستينك سترويد دي لحاجه هي كلها ليست كلها خير وليس كلها شر، وبالتالي مش عايز يبقى الخوف بتاعتنا اوفر. مش عايزين كل ما نقابل حاله الاستينك سترويد لا لا بلاش مش هبقى ايه، خلينا بقى فيري كوشس احسن تعملها مسؤوليه. لا مفيش اي مسؤوليه، احسن انديكيشن سيستميك سترويد ذيس انديكيشن اللي هو بنسميه اكيوت انديكيشن. اكيوت انديكيشن ده بيديني فرصه كويسه جدا ادي هاي دوز وبسرعه جدا اسحب حتى ايفن من غير جرادوال وزرو، ما عنديش اي مشكله لغايه 1 مانس. هنا العين مش هتاخد 1 مانس ولا حاجه، ده كلها فيو دايز، ممكن 1 اور 2 ويكس هتلاقي الدنيا اتظبطت خالص والامور بقت تحت السيطره، وبالتالي انا ادي هنا الستيم كسترود وانا مش خايف. انا طبعا زي ما الدكتوره جهاد بتقول عندي بولا وفيزيكلز، فادي حاجه دراينج اند سيبت كلوشن اللي هو البوتاسيوم بالمنجنيت، مظبوط هعمل كمادات هنا يا دكتوره. ولا بقى مش هحط بوتاسيوم سترود اندر كلوشن، اندر كلوشن غالبا بنستعمله في الكرونيك ليجنز. الكرونيك ليجنز زي مثلا زي لايكن سيمبلكس كرونيكس، ان ريسبونسيف لارج بليك سرايسز كده، اللي هي الحاجات هايبرتروفيك لايكين. انما الاكيوت ستيج دي الاول انا محتاج اعمل دراينج اوف ذا اوزنج ليجن، واحط بعدها الاسترويد اللي هستعمله، هستعمل الكريم فورم مش هستعمل الاوينتمنت فورم، لان الاوينتمنت فورم هنا وبالذات لو حطيته كمان اندر اوكلوجن هيعمل لي عجينه، يعمل لي بيست، والبيست دي مش صح طبعا. يعني هتضايق العيان جدا وهتعمل تزود الكونتاكت درماتايتس. وبالتالي انا حط سيستميك سترويد في هنا. ممكن الناس تختلف، طب دي 20 طب 30 الحقيقه برضو. لو البيشن دي عضلت، طبعا هنا عندنا عضل 18 سنه وويت اكتر من 60 كيلو، فتثبت ان انا ادي الهاي دوز يعني ما يقلش عن ال 40، وان كان طبعا ممكن نختلف فيها كأطباء، هل يعني من 20 طب من 20 طب 30 40، واحد يقول لك لا انا هدي 60، ممكن نختلف منها. لكن انا بقول بدي يعني مودريت تو هاي دوز اوف سترويد اللي هي من 30 ل 50 مثلا، من 30 ل 60 ده ممكن يبقى، بالذات مع الهاي ويت مش هقدر ادي اقل من يعني اكتر من 60 كيلو، مش هقدر ادي اقل من نص ملي جرام لكل كيلو، وبالتالي انا بقى اشتغل في 30 ل 60. طبعا الدكتوره فلاور ديليز بتقول شورت اكتنج سترويد برضو مظبوط. انا لو انا هدي شورت اكتنج هدي ايه يا دكتوره فلاور؟ هدي ايه اللي انا هديه الشورت اكتنج هنا اللي هو الهيدروكورتيزون، او اسمه سوليوكورتيف او اسمه هيدروكورتيزون. السعوديه كلها نورت، ودكتوره ايناس مصطفى معانا من زمان ما شفناهاش ووحشانا كتير، اهلا بيك يا دكتوره ايناس والاسره كلها بخير يا رب دايما. فبنقول هنا لو اديت السوليوكورتيف، بس كلمه سريعه، السوليوكورتيف عن حوالي 20 ميلي جرام بريدنيزولون، يعني ممكن ادي 2 في اليوم 3 كمان مفيش مشكله. في التشيلدرن دكتوره ولاء بتسال هل انا لو اديت حبيت ادي ستيم كسترود في التشيلدرن، انا بدي هاير دوز شويه من 1 ل 2 ميلي جرام اكوردنج تو ذا بودي ويت اوف ذا تشايلد، بدي من 1 ل 2 ملي جرام.
وبالتالي هنا احنا اتفقنا خلاص ان انا هدي سيستميك سترويد من 30 ل 60 ملغ. العيانه دي فعلا خدت انجكشن فورمز حتى ما خدتش اورال فورم. ليه؟ عشان انا عايز اجيب نتيجه سريعه. نتيجه سريعه الغرض الرئيسي منها حاجتين: الهايبر بيجمنتيشن، والاخطر والاخطر هو ان العيان ده يحصل له سكندري انفكشن في البولس ليجن دي، او يحصل لها اي تروماتوم. يحصل ايه بقى؟ يحصل سكورنج. هي دي المشكلة الكبيرة، انا مش هقدر اتعامل معها. يمكن البيجمنتيشن هقدر اتعامل معها، انما السكور مشكلة كبيرة هتبقى فيها ايه مشكلة. وبالتالي بندي ايه؟ بوتاسيوم برمنجنيت، سيستميك سترويد هاي دوز، ممكن تدي على طول ديكساميثازون، وده اللي احنا اديناه اللي هو يوازي 53.5 ملي جرام من البريدنيزولون، اديناها واحده في اليوم. دكتور ايمن بيسجست تو اد ديسلوراتيدين 5 ملي جرام بردي، انتي هيستامين، انتي انفلاماتوري، انتي اوكسيدنت، اند اميونو موديوليتر. اوكي، بلس سيستميك سترويد كده تمام، لا خلاف ما دام انا معايا سيستميك سترويد نو بروبلم. تو ليسن، ايه بقى فكره الدكتور ايمن؟ انا عايز اقلل الايه الدوز بتاعه الاسترويد. وده كلام مظبوط وانا اتفق معاه، لان دي قاعده عامه في الاسترويد. احنا صحيح ما بنحتاجهاش قوي في الاكيوت انديكيشنز، لكن هي صح ان انا ما بدي كومباين ثيرابي عشان اقلل الدوز واقلل الايه المده بتاعه الديوريشن اللي انا احتاج فيها الاسترويد. ده بالذات بيبقى نحتاجه في الديزيزز اوف كرونيك نيتشر زي بنفجاز زي سيستميك لوبس كده. الدكتورة ولاء كانت بتقول قابلت حالة زي كده وكانت شديدة لدرجة ان الرياكشن عمل لها الضوافر وقعت جامد جدا، وقعت من السيفير رياكشن، يعني الحنة خدت الضوافر ووقعت الضوافر برضو لحسن الحظ ان شاء الله بترجع طبيعي جدا يا دكتورة ولاء، ما تقلقيش، بس هي هتاخد وقت اطول شوية. وعشان كده ده انديكيشن اهم بكتير جدا للسيستميك سترويد، لان السيفير رياكشن الجامد اللي حاصل ده هيعوز قوي ان انا ايه اخش بسيستميك سترويد هاي دوز عشان اقلل الادفيرس افكتس، ومنها ان الضوافر تقع. لو الضوافر انفولفد، البيشنت اللي معانا دي الضوافر ما كانتش انفولفد، هي جايه واقفه لغايه التب هنا قبل الضفر على طول والحنه واقفه. وبالتالي دي اهميه اللي ايه بقى ده الكلينيكال، ذا موست امبورتنت كلينيكال ابلكيشن ذيس كيس از بليز دونت مس to give high dose of systemic steroid to avoid both hyperpigmentation and scoring. ودكتورة ولاء رسلان أضافت لنا important complication للناس اللي واخدين الحنة على الضوافر، ان هي كمان ممكن تعمل destruction of the knee. انما هي الحسن الحظ هنا النيل is reversible، هنا ان شاء الله يكون reversible لان ده reaction، وعشان كده بندي الستيرويد بسرعة وما تأخرش عشان أبدأ أقدر أرجع إيه أرجع الأمور لطبيعتها على كل المستويات، سواء مستوى السكن أو النيل لو هو هيبقى أفكتد. الدكتورة أسماء محمود بتسأل هل الألفنترن هذا رول؟ هو الألفنترن الرول الأساسي بتاعه هو أنتي إنفلاماتري أو بيديكريز الإديمة، إنما أنا بدي اللي أشد منه بكتير السيستميك سترويد، وبالتالي لو أنت اديتيه مش هقدر أقول لك غلط، بس مش هيفرق، مش هيقاد للعيان. وبالتالي هنا ملوش لازمه بقى ان انا دي وعدة دي مثلا بريسكريبشن فيها 5-6 دواء. كل ما كنت يعني دكتور مسيطر على حالتك او ويل كنترولينج يور كيس، انت هتبقى عارف الدياجنوز كويس، وبالتالي هتدي ذا ليست نمبر اوف ريكوايرد تريتمنت. يعني ايه تو ذا تارجت؟ هتخليك تو ذا تارجت. يعني ايه تو ذا تارجت؟ يعني الحاجه اللي مطلوبه بتديها خلاص. انا اديت سيستميك سترويد ملوش لازم مثلا نان سترويدال، ما هي هيضيف ايه؟ اما اديت سيستميك سترويد ملوش لازم انفيرتر، اديت بوتاسيوم برمنجانيت بقى مفيش داعي، دي كلامين لوشن. طبعا انا هدي هنا سيستميك انتي بوتيك فور بروفلاكسس لان بخاف قوي من السيفير بولس ليجنز دي، وبالذات لو العيانه مش انا متاكد من ان هي هتويل كنترول الليجنز بتاعتها، ان يحصل لها سكندري انفكشن، والسكندري انفكشن هيبيد بريديسبوز تو الايه الانفكشن اللي هي هتبريديسبوز له للسكورنج اند اور هايبر بيجمنتيشن. فده كلام جميل جدا. يبقى احنا كده خلصنا الحاله. طيب احنا متوقعين البيشنت يبدا يحصل له ريزوليوشن بعد قد ايه؟
وزن 1 ويك من الهاي دوز بتاعتك هتبدا الليجن دي كلها مع البوتاسيوم مانجنيت مع السيستم كانتيبوتيك والانتي هيستامين الدكتور ايمن ضافها زي الديسلوراتيدين، هيبدا يحصل لك كريستيشن، الليجن تنشف، القشر ده هيبدا يقشر، هيبقى القشر ده هو الحنه، هي الحنه نفسها بقى، هتلاقي القشره نزلت ويبدا يسيب بعدها بوست انفلاماتوري. البوست انفلاماتوري ده اما يسيب درجه البيجمنتيشن اكوردنج تو الديل بتاعك، يعني لو انت بادي بدري بالسيستميك سترود هتسيب فين تايبر بيجمنتيشن، والفين تايبر بيجمنتيشن وزن 2 ويكس او اقل او اكتر يروح خالص بنسبه 100% من غير اي حاجه. اهم حاجه زي ما قلت افويد سكارينج، This is the most important point in this patient. الحقيقة أنا شفت حالات كانت جايب سكارنج للأسف عشان ما كانتش well managed from the start. يبقى احنا ايه ونقول للعيان ان انت يعني على الاول هيحصل لك كراستيشن، بليز لما كراستة تتكون بليز ما تلمسوش، عشان لو لعب في القشرة وعايزة تشيلها هتعمل سكارنج وهتقلل الهيلينج. فبليز ده نقطة مهمة جدا في العيان ده وفي الموسم بتوع اليومين دول اللي هو فيه التشيكن بوكس. بليز احنا بيجينا العيانين كتير جدا التشيكن بوكس، بيديني ايه الفاريولي فورم سكور اللي هو بتاع التشيكن بوكس ده، بيه نتيجة ان الطفل ما كانش مانجينج كويس بالام والاب، وطبعا احنا بنعذرهم يعني بنعذرهم، هو بيلعب في الكراست ده، فالكراست بيقوم يسيب السكورنج اللي هو بيجينا بقى عشان نبدأ نعمل له البروسيجرز تو تاني استيمولاتي فايبر بلاس ديبوزيشن بقى باي طريقه، سواء كده او كده او كذا، مش قصتنا النهارده. الدكتور ايمن بيقول فول اب از ريكوايرد هو نيفر بوسيبل تو رول اوت سيكندري ديرماتوزيس ايزوتوبيك فينومينا او فول. فاه طبعا دي حته طبعا تخصصيه شويه دكتور ايمن، لكن هي مهمه ان انا ممكن يحصل لي ايه القصه بتاعه اللي هي الايزوتوبيك فينومينا دي. طيب هناخد كده في اي سؤال قبل ما ننتقل على الحالة التانية عشان المشاكل اللي حصل النهاردة في النت اخرتنا شوية. So our first case is an acute contact dermatitis. ربنا يكرمك دكتورة عابرة ويحفظك وحضرك منورة والزملاء كلهم. This is an acute contact dermatitis due to حنة اللي هي جت من most probably the additive materials. المهم هي من الحنة ايا كان ال underlying details. هم عملت لي acute contact dermatitis. acute contact dermatitis is a form of erythema, edema, vesicles and bully. لو حصل secondary infection يبقى معها بستيول. العيانة دي كانت جات لنا من قبل ما يحصل فيها secondary infection لكن ما كانتش well managed، عشان كده احنا دخلنا معاها هي واي حالة مماثلة بليز ستارت وذ استرويد من 1-2 ملي جرام في الاطفال، من نص الواحد ملي جرام في الكبار. ادي انجكتبل فورمز اوكي، ادي اورال فورمز بلس البوتاسيوم برمنجانيت بلس الايه. طيب دكتور ايمن بعد اذنك كده ممكن تقول لنا هنت سريع عشان في زمايلك انت طبعا استيموليت بالكلمة بتاعتك الايزوتوبيك فينومينا، فبليز اف يو كان جيف ا سمول هنت لينا سريعا على بالكومنتس بتاعتك على اللي what is meant by isotopic phenomena of wolf اللي هو العالم اللي وصفها، عشان احنا عندنا ايه الفينومينا الاثنين المشهورين التانيين اللي هم ايه. حد عارف على ما دكتور ايمن يكتب ويشارك؟ يعني الحقيقة هو كان له مشاركة واضحة في الايزوتوبيك فينومينا وعنده حالات جميلة عليها. دكتور ايناس صلاح من ورا منصورة ومع دكتور ايمن والزملاء الممتازين كلهم. ناخد الحالة التانية لغاية ما انا بس يعني مش عايز اخش ان ديتيلز في الايزوتوبيك فينومينا، ودكتور ايمن هو اللي كان قايل الترم وطبعا انا وهو عندنا شوية ديتيلز عليها، ممكن نعمل عليها ميتنج لوحدها، بس الحقيقة مش عايزين نعمل ايه distraction from our cases. فاحنا الدكتورة نادية الحسيني
شاركت معانا بتقول الايزوتوبيك فينومينا هي مينز ابييرنس اوف نيو ليجن ات ذا سايت اوف of healed old disease but different from the first. جميل, طبعا هو مظبوط جدا اللي حضرتك قلتيه. نرجع بقى للدكتور ايمن تاني بيقول ان appearance of skin disease on top of already healed, يعني هي already healed, يعني ده مثلا عينه كان عندها الليجن دي اللي هي معانا دلوقتي اللي هي الحنه اللي هي acute conduct dermatitis. لما الدكتور ايمن بيقول يقصد الفول اب ان انا العيان ده ممكن يطلع له مرض جديد بس على ايه, على مرض قديم. ده المقصود بالايزوتوبيك, ان انا بيطلع لي مرض جديد على هيلد او هيلينج. الاشهر مثال كان موجود هو عندنا في الليتريتشر هو الهيربس سيمبلكس اند هيربس زوستر. طبعا احنا مش معانا هيربس سيمبلكس ولا هيربس زوستر, وده اهم حاجه بنهمنا فيها نتابع موضوع الايزوتوبيك فينومينا او ايزو اوف وولف دي. لكن برضو ممكن في بعض الأحوال تطلع على another disorder, لكن هي the most common is healed أو healing herpes zoster, less commonly herpes simplex. هنا احنا معانا طبعا ايه كان conduct dermatitis فمش متوقع قوي, لكن in general ممكن تحصل اللي ايه المواضيع دي على follow up ممكن تبان فيها another new lesion. دكتور انيس طبعا بتقول في ايزوتوبيك وايزومورفيك. ايزومورفيك والريسبونس طبعا مظبوط اللي هو ايه بنشوفه كتير. طيب هناخد الحاله الثانيه. شفتوها كلكم الحاله الثانيه معانا. هي فيري انتريستينج كيس, حالتين تانيين اصعب على مستوى التشخيص. هنبدأ بالبيشنت اللي عنده ليجن في الابدومن زي ما احنا شايفين. هو هي الحقيقة ليجن في الترنك كله, يعني الابدومن كان فيه والباك كان فيه, وانه انا مدي كلوز اب فيو للليجنز اللي هي كانت على الابدومن واللور شيست والابدومن كله. البيشن ده هو ميل طبعا زي ما انتم شايفين, اعتقد كان في الخمسينات او اواخر الاربعينات, وكان complaining of these lesions for long duration. long duration دي is years. يبقى انا معايا هنا الحالة الاولانية كانت days, few days, جاي بعد 2 or 3 days after appearance of the lesions. هنا البيشن لا ده بقاله many years. من يرز يعني ايه؟ يعني اما زي ما اتفقنا وتعودنا ان احنا لما بنيجي نشوف البيشنت هاو تو ديل وذ كيس اوف درماتولوجي او كيس بريزنتنج وذ سكين ليجن بنشوف الهيستوري. هيستوري از ميدل, لا مش ميدل ايج, يعني نقول ميدل ايج ميل حوالي كذا 40 او اول 50 ميل بريزنتنج وذ ذيس ليجن اوف جرادوال اونست بروجريسيف كورس but of long duration. long duration دي years. طيب بعد كده انا بسأل على وظيفته هل ليه علاقة او ملهاش, ممكن يكون ليها ومش ممكن يكون ليها. اللي هو البيشن ده فارمر. الدكتورة سمر دخلت معنا الخط, كويس جدا, منورة يا دكتورة سمر وكل الزملاء في السعودية والكويت والعراق كلهم. هل دكتورة سمر بتسأل هل هو فعلا في كومبلينت, يعني العيان ده جاي ليه, يعني ايه اللي خليه يجي يكشف عندنا في العياده الخارجيه في الزقازيق او في البرايفت بتاعك؟ هل هو اتشي؟ هل هو بينفول ليجنز؟ لا, دي نقطه مهمه جدا. ذا ليجنز ار نوت بينفول ولا اتشي, هو جاي بس الليجنز دي كترت قوي وبدات ايه, وعنده في اماكن تانية كمان في الليجز باينه وفي الظهر وكده. دكتور جهاد عوض اول حد بدا يبان علينا ايه في الايه في التشخيص, فبتقول هل هو بليفا على اساس البابلو نكروتيك
طيب رجع تاني الفيديو اللي كان مشكلة البث تاني. الدكتورة جهاد بتقول البليفا اللي هي بتريازس لايكونويد ايه فاريولي فورم اكيوتا. هنا is an acceptable differential diagnosis, ولكن هنقف شوية عند الهيستوري. الهيستوري it is an acute, البليفا is an acute condition, ده مش acute condition, ده بلاي من years. البليفا is most probably تعمل burning sensation, ممكن ساعات itching, بس mostly burning sensation, عامل جوه مظبوط. ساعات كمان البليفا بتيجي بايه, بتيجي بي فيفر, بالذات لو قلبت على الفيبرايل ألسر ونكروتيك مكبرمان ديزيز. دكتورة سناء علي بتقول بي ال سي هي بدأت تخش مدام كرونيك, برضو ده كلام كويس. بس احنا بقى الليجن لو قدامك شفتيها هتلاقي البابيولز اللي عندي دي فيها الليجن جاي بايه, primary lesion is babules and nodules, مش babules بس, some of these nodules and babules have central crusted lesion. دكتورة انيس بتقول برضو very good differential diagnosis lymphomatoid babulosis, صح ده يعني very good differential diagnosis ان هو يتحط. الدكتور ربيع علي عايز الصور. طيب ما شفتش الصورة يا جماعة, الصورة هي أنا طبعا ليه أكتر من صورة, بس الحقيقة أنا ده دي الصورة اللي أنا نزلتها امبارح على الصفحة. ادي الابدومن, أعمل لك كلوز اب فيو اهوت على النوديول اللي هو فيها السنترال كراستيشن. ده البابيول وده البابيولز التانية, وهنا تحت السنترال كراستد ليجن عندي فيه أربع حاجات اهوت, ده أربع ليجن, ده واحد وده وده, كل دول فيهم سنترال كراستيشن. ليجنز دي في زيها على الباك وفي زيها على الايه الليج. برضو جميل الدكتوره مايا منصور بتقول ممكن يكون قربت في كاتو وكان سمه, والله ده برضو جود ديفرنشال ديجنوز. بس المشكله الليجن الحمراء دي, او هي في بعض الليجن سكين كلر بعضها ريدش شويه, وهي دي صعوبه الحاله لان هي كلينيكالي يعني كان نوت بي دايجنوست بنسبه 100% الحقيقه, لا يعني هي نيدز هيستوباثولوجيكال دايجنوست. لكن هنستنى شويه على هيستوباثولوجيكال ريزلت ونقول ان انا عندي هنا مور ذان وان تايب اوف ليجن بابيولز ونوديولز. دكتوره هند عايزه صوره الافه, طبعا حضرتك واضح ان انت سوريا بقى اكيد مدام بتقولي الافه, فهو الليجنز اهيت يا دكتوره هند, ده الابدومن ودي مالتيبل تايبز اوف ليجنز, في بابولر ليجن, في نودولر ليجن, سم اوف ذا ليجنز فيها سنترال كراست او زي ما احنا شايفين في اللور ابدومن. ده دكتوره منى بتسال سؤال كويس جدا, هل هي بتروح وتيجي؟ لا مش بتروح وتيجي. برضو حد تاني مين قال هنا ان هو بورفريتنج درماتوز, برضو ده كلام جميل. ديفرنشال دياجنوست كويس زي الدكتوره عبيره برضو ما بتقول. دكتور باسم مسلم واي نوت بورفريتنج كولاجينوس, نو مفيش اي مشكله. ايه المشكله يعني؟ وارد جدا ان هي تكون بورفريتنج, مفيش كلام يعني, ده جود ديفرنشال دياجنوست حقيقه زي ما كان البي ال سي جود ديفرنشال دياجنوست. بس حاجه البي ال سي سهله ليه؟ لان الليجنز هنا باستثناء الكراستد ليجن اللي في النص دول كل الليجنز ما لهمش اي سكينز خالص, بعضهم سكين كلر بعضهم شايني وبعضهم ريدش وفي بعضهم سكين كلر زي دي كده مثلا زي اللي انا مشاور عليها دي كده, ده سكين كلر دي سكين كلر ليجن, ده سكين كلر ليجن, ده سكين كلر دي ريدش, دي سكين كلر ليجن شايني ليجن, دي سكين كلر بابيول صغير اهو صغير خالص مفيهوش اي كراستد ليجن. الايدج يا دكتورة فضل عباس قلنا في اواخر الاربعينات. دكتور ايمن عبد المقصود بيقول what about sensation and the peripheral nerve examination, يعني بمعنى كده ان هو شاكك في الليبروسي, هل ممكن ده يكون الليبروسي؟ why not the good differential diagnosis. هي المشكله بقى يا دكتور ايمن ان الليجن البيشن ده ممكن ما يبقاش عنده نيرف افكشن, لانه لو هيبقى
الليبروسي هيبقى وات تايب اوف ليبروسي، هي دي القصه. دكتوره رشا صبري بتقول برضو جود ديفرنشال دياجنوستس جاينت مولاسكم كونتاجيوز، بس هي فكره الجاينت مولاسكم كونتاجيوز كويسه، بس بقيه الليجن يا دكتوره رشا، رشا الناس الشاطرين اللي دايما معانا، ان بقيه الليجنز مش فيها ولا اي حاجه ليجن خالص فيها في النص اي سنترال بانكتان. ثم لو هي عيان اميونو كومبرمايزد هيبقى ايه؟ هيبقى العيان ده هيظهر الحاجات دي بسرعه جدا، مش هتاخد ييرز. الدكتور مصطفى شكماشكي اعتقد، شكماشكي اعتقد انا نطقت كده صح يا مصطفى، كاتب نودر ام اف واي نوت ذا فيري جود ديفرنشال دياجنوز. احنا عندنا الالسر كيدوز وال ام اف وال ليبرسي 3 ايماتيتورز. دكتور احمد رمضان منور يا حبيبي. دكتوره مي منصور هيستيويد ليبرسي، جميل جدا ده جود ديفرنشال دياجنوز. منى علي محمد هيستيويد ليبرسي ليمفوسايتوما كيوتس نوت باد، بس مشكله الليمفوسايتوما كيوتس ان هي اسينشلي اكتر مكان بتيجي فيها فين يا دكتور؟ ايه اسم حضرتك؟ ايه بقى الدكتور ايه؟ مش عارف انطق انا الاسم الحقيقه. ساركويدوز قلنا والليبروسي و الام اف دول اللي هم الجيت ايميتيتورز عندنا، فدول ديفرنشال دياجنوز. واتقال بي ال سي برضو ما كانش غلط ولا حاجه، ان كان هو مستبعد ليه؟ لانه مش فيه تيبيكال بابيول، ان البي ال سي از نوت انذر ريليجن، كله هو بيبقى عباره عن بابيولز موستلي يعني، وعليها السكيلز اللي هي بتبقى ايه سيبريتد از وان لاير. ماشي يا باشا، انت هتديني شوكولاتايه فين بقى؟ انت لسه في مصر ولا سافرت؟ دكتور مصطفى جميل لسه هنا في مصر ولا سافرت؟ وحشتنا والله، اشوفك بقى انا في الحوض المرصودي وعشرة ان شاء الله لو انت لسه هنا. دكتور فاضل عباس، دكتور فاضل كان بيقول ايه ممكن تكون ليمفوسايتوما كيوتس، بس احنا قلنا ايه برضو ان الليجن ليمفوسايتوما اكتر حاجه تبقى مش ما تبقاش نيومرس كده، ما تبقاش تاخدش الميني ميني ييرز دي. طيب يا جماعه، الدكتور فاضل اتفقنا ان هي ايه مش مرجحين كابس ليمفوسايتوما كيوتس. دكتوره سناء بتقول اقتراح جميل جدا ميتاستاتيك ليجن، واي نوت، حلو قوي. يبقى في الحاله دي انا هدور على البرايمري ليجن يعني اللي هو البرايمري تيومر، لكن برضو الحقيقه جود ديفرنشال دياجنوز يعني انا مبسوط منه الحقيقه. دكتور شيماء محمد بتقول بي سي لينفوما برضه، واي نوت، ده كلام جميل. طيب نشوف هي في صوره للمريض ده، بس طبعا مش نزلتها على النت، هنشوف كده مع بعض. الصوره رقم 2، هل ممكن تكون الصوره رقم 2 دي قربت الدنيا شويه ولا احنا لسه في نفس المكان؟ دي سايز مالتيبل نيومرس ليجنز اهيت، برضه فيها نفس النيتشر اوف ذا ليجن اللي هم بابلور ليجن صغيرين زي ده مثلا، سكين كولر زي ده كده، صغير زي ده وزي ده، في ريدش وفي سنترال نيكروزس وفي هنا اهوت وفي هنا ليجن تاني اهوت. الليجن ده برضو مميز شويه يعني، الليجن ده بيفكرنا بايه بشويه كده، سيمز تو بي ايه الليجن ده بالذات اللي انا مشاور عليه بالبوينتر ده، اهو اقرب شويه الليجن سيمز تو بي شايني قوي، شايني قوي، وده البابيول اللي تحت الصغير ده سكين كولر وبرده شايني، او السيرفيس بتاعه سيمز تو بي اويلي. دكتورة أميرة عقيل طبعا دخلت معانا بالسيركودوز، طبعا فيري جود ديفرنشال دياجنوز، احنا السيركودوز بقى مهم جدا ان احنا نحطه في الديفرنشال، بس هو البيشن ده عنده حاجه كاركترستيك شويه كده انه في سنترال ايه كراستيشن ان سام اوف ذا ليجنز، والسنترال كراستيشن دي ظهر جديد، انما الليجنز قديمه، ويمكن السنترال كراستيشن دي بدات تقلو شويه لان هي لما بتلمس الكلوسز بتاعته بدات توجع، فبدا البيشن ايه يعني يسيك الادفايس. يبقى انا مشوه انا دلوقتي عامل على البوينتر اهوت بالايه بالسنترال كراستد ليجن دي،
اللي هي ظهرها جديد شويه، انما الليجنز الثانيه الصغيره دي اللي هي سواء ريدش او سلايتلي ريسيمتس والسيرفس بتاعها سيمز تو بي شايني، فده الظهر بتاعه عنده نفس الليجن. طبعا هو كل الاميونيتي اوف ذا بيشنت لا كويسه. الدكتوره منى علي بتسال الاميونيتي اوف ذا بيشنت ايه الاخبار؟ لا الاميونيتي كويسه ما فيهاش مشاكل، البيشنت سيمز جنرالي جود يعني ما فيهوش مشاكل واضحه. الدكتوره سناء بتقول ليبرسي از ات از تشايني، طبعا من ضمن الحاجات اللي اتقالت ليبرسي مظبوط. يبقى احنا نجيب الصوره الثالثه ربما توضح الامور اكتر شويه. نحاول الصورة الثالثة هي دكتور أحمد معانا هوت، أحمد رمضان طبعا مدير مستشفى الجلدية والجزام الزقازيق. فهو بيقول لو الليجنز بينفو ما تبقاش ليبرس. طبعا هي الليجن مش بينفو دكتور أحمد لأنك ما حضرتش معانا من الأول، الليجنز ما فيهاش لا فيها بين ولا فيها اتشين. طبعا الليجن ممكن تبقى بينفل في حاله ان ده ريسيما نودوزم ليبروزم، بس الحقيقه البيشنت مش في رياكشن. طيب هل الليجن اللي على الليجز دي بتاعت نفس البيشنت هل قربتني الدنيا شويه ولا ايه الاخبار؟ ايه الليجن هنا اللي باين على الليجن؟ اقرب لك شويه. هل احنا شايفين هنا حاجه على الليج؟ ايه اللي على الليج ده اللي انا مقرب عليه الموبايل اهو، سيبنا من الاضاءه خليك على دي كده. ايه اللي احنا شايفينه ده على الليج؟ شايفين الاكسيوزيس، شايفين الاكسيوتيك سكين. يا دكتوره مي منصور انت قلتي اللي احنا قلنا الاميونيتي كويسه ما فيهاش مشكله، وانت قلتي قبل كده الاستيرويد ليبرسي، وهو ده فعلا الفاينل دايجنوز. برافو عليك، انت اول حد قلتيه او حد تاني كمان قاله غير حضرتك، هو فعلا البيشنت ده طلع استيرويد ليبرسي اكشوال يعني. بس طبعا ده حقيقه ما بيبقاش فيه الا لازم يكون البيشنت هو بايوبسد او اتعملت له الحاجات التانيه بتاع الدكتور احمد بقى لما بنبعته. اكيد احنا بعتنا لعنده 100% اكيد احنا بعتناه، لان احنا اي حاله عندنا في الزقازيق بنبعتها للدكتور احمد رمضان في المستشفى الجلديه والجزام عندنا. الحقيقه هو اكسلنت وبيتعامل مع الحالات كويس جدا على مستوى التشخيص والعلاج والاهتمام، فجزا الله خير. طبعا ده الاكواردكسيوز بيساعدني على الكلينيكال دايجنوز. طبعا هو مش ديفينت لان الاكواردكسيوز كوز باي مين الليجنز، لكن بص الليجنز اهي. ليه الاستيود ليبرسي او ليه صعوبه الحاله؟ لان مشكله الاستيود ليبرسي بتبقى فيها اللون مش واخد قوي الكلر. بعض الليجنز تلاقي واخده الكلر عادي بتاع اللي هو الليبرس العادي اللي هو السكين كلر ده بيرس تو بي فارنش ده او سلايتلي دارك، انما هنا تبقى اللون الاحمر. فطبعا البيشنت ده لما بنبعته للدكتور احمد هيعمل له سليت سكين سمير وهيطلع بوزيتيف، ده غير طبعا السكين بايوبسي. لكن سليت سكين سمير مور كمان مور يعني مور كونفيرمتيف، انما الهيستوباثولوجي هو اللي بيبين الهيستيود ليبرسي اللي كان بيتميز بايه بقى؟ بيتميز بوجود السنترال نيكروزس او نيكروزس ان سم اوف ذا ريجن، دي حاجه بتميز الاستيويد ليبرسي. دكتوره امنيه بقى بتقول يا خساره انا اول ايه تشخيص جه في بالي. ربنا يخليك يا دكتور احمد. دلوقتي احنا بنقول ايه بقى الحاله بتاعتنا دي؟ ايه اللي خلانا افكر في الجريت ايميتيتورز اللي هما اتقالوا الحقيقه؟ يعني انا مبسوط جدا من كل الديفرنشال دايجنوز اللي اتقال، لانه بنسميه واتس كولد لوجيك ديفرنشال دايجنوز اللي هو اللي هيهديك للتشخيص في النهايه، ان انت فكرت تفكير منطقي. اهم ثلاث تفكيرات منطقيه اتقالت السركويدوز ام اف اند ليبرسي. ليه؟ لان الثلاثه دول باستثناء الام اف بتبقى غالبا سايلنت ليجن. يعني ايه سايلنت؟ يعني لا بيجي لا بيتشنج ولا بي. دي نمره واحد. نمره اثنين اللي العيانين دول كلهم ممكن تصل الليجنز معاهم الى ييرز، يعني ممكن الديوريشن يبقى كتير جدا يصل الى ييرز. اهلا يا دكتوره رشا منوره، ربنا يبارك في حضرتك ويخليكي.
يعني يصل الى years duration long duration دي و absence of response absence of اسف of pain or itching بيرجح لكافة ايه يا الليبروسي يا الساركويدوزي. الليبروسي انا بفكرنا فيه نتيجة ان احنا شفنا طبعا البيشنت عنده حاجات في ظهره عنده الحقيقة صور كتير قوي بس انا اخترت الثلاثة دول عشان هم المعبرين شوية. فكرنا لما لقينا السنترال نيكروزس ولما عملنا بعض النيرف افكشن بدأنا طبعا وبعتنا للدكتور احمد. الحقيقة انا واثق 100% مفيش حالة ما بنبعتهاش, كل الحالات بتروح للدكتور احمد الحقيقة زي ما قلت يعني ولا نزكى الله احد بيقوم معاه بما هو مطلوب وزيادة بفضل الله. فهو بس احنا عملنا لها سكين بوبسي. السكين بوبسي ليه؟ عشان تبين الاستيودر. طبعا الدكتور ايمن استاذ الليبروسي واخواتنا في المنصورة كلهم ما شاء الله عليهم شاطرين جدا. هو بيقول ايه؟ ان البريزنس اوف كراستيشن في السنتر اوف ذا ليجن من الحاجات اللي هي بتخلينا نفكر في الاستيود ليبروسي. It is an alarming sign زي ما الدكتور ايمن مسميه. So we have a case of histioid leprosy which is most probably difficult to diagnosis when to suspect. اول حاجة انت عليك انت تسسبكت الليبروسي. تاني حاجة هتسسبكت الهستيود تايب لانه هو مش common تايب بالبريزنس اوف سنترال كريستيشن في النص ده اللي هو طالع لي جديد بدأ يطلع جديد ما كانش موجود قبل كده او في الليجن بس الليجن قديمة بدأ يطلع فيها الكلام ده وconfirmed by slit skin smear وconfirmed by histopathological characteristic features of histioid leprosy. So I have a case of histioid leprosy. دكتور عزة زكريا حضرتك منورة. هنحول الحالة للدكتور أحمد أو أي مستشفى للجلدية والجزام لأن إحنا مش بنتعامل مع الحالات في بإيدينا. هنعمل إيه طيب؟ هنحولها هناخد إيه بقى في العلاج سريعا عشان الحالة التالتة نلحق نخلصها. هياخد ايه العيان ده؟ طبعا هنعمل له سليت سكين سمير والدكتور احمد اكيد عمل له طلع ايه؟ طلع بوزيتيف اكيد وطلع بوزيتيف مش بوزيتيف بس ده بوزيتيف ويعني مالتي باسيلاري. سو اور تريتمنت ويل بي مالتي باسيلاري ليبروسي تريتمنت فور مالتي باسيلاري اللي هو هياخد ايه؟ يلا حد سريعا كده يشاركنا. العيان ده المفروض هياخد الكارت طبعا مستشفى الجلدية والجزام مع الكروت بتاعت الدبليو اتش او اللي فيها العل اللي هي الكارت جاهز. كارت الجاهز ده بيتكون من حاجات بالعرض صفين كده بالعرض وصفين وثلاث صفوف او ست صفوف بالطول. الصفين اللي بالعرض الاولانيين بنديله 300 ميلي جرام ايه حد عارف بندي 300 ميلي جرام كبسولتين قرصين كده بتلاقيهم محطوطين بالعرض اللي هم ايه في الاول خالص بدي 600 ميلي جرام ريماكتين كل واحد 300 مظبوط. وبدي كام بقى في اللي ايه في الكلوفازيمين يا جماعة بدي كام؟ حد يشاركنا كده جماعة بتوع الجلدية وجزام دكتور ايمن دكتور احمد او اي حد بدي ايه للعيان اللي عنده مالتي باسيلري مش بوسي يعني قليل او مفيش مالتي يعني عنده مالتيبل باسيلاي في السليت سكين سمير وطبعا عنده الكلينيكال ليجن which are consistent with this type of leprosy. فهياخد الايه اللي هو العلاج اللي هو الثلاثي اللي جاي في الايه في الكل زي ما دكتوره مي تقول هندي له كلوفازيمين. هبدا بكام الستارتنج دوز كام يا دكتوره مي؟ دكتور احمد هو دخل معانا فخلاص اكيد هو هيقول كل حاجه. الريفامبسين بدي 600 ميلي جرام كبسولتين بالعرض هتلاقيهم فوق دول بسميهم سوبرفايز يعني مفروض العيان ياخدهم هو عندي مفروض العيان بياخدهم مش بياخد 150 يا دكتوره رندا لا بياخد 600 ميلي جرام ريفامبسين 300 في كل كبسوله ياخدهم سوبرفايز ومفروض العيان هياخد لي برضو سوبرفايز كام من الايه الكلوفازيمين يا دكتور احمد هتدي له كام؟ هتدي له دكتوره شيماء هي بتقول هتدي له 300 ميلي جرام سوبرفايزد صح واديله كل يوم كام بقى هديله 50 ميلي جرام بردي او 100 every other day وحدد دبسه 100 ميلي جرام بردي يبقى الدكتورة مي عبدالله برضو قالت 300 ميلي جرام مانسلي اللي هما سوبرفايزد قدامي اللامبرين بديله قدامي سوبرفايزد اللي بنسميها كده
زي الدكتوره رندا كمان مظبوط. بعد كده بدي 100 ملغ دابسون وبدي 50 ملغ يوميا كلوفازمين او 100 ملغ الفرازر دي. طبعا هو بيبقى موجود 50 ملغ في اللي هي في الشارت اللي هو بيدوه. يبقى ده علاج اللي هي المالتي باسيلري ليبرسي. وعلى طول اسال طبعا لازم اعمل ايه دكتور احمد على طول من ناحيه السوشيال او السوشيو ساينتفك بيجيب الاسره ويتاكد تماما ان مفيش حد تاني مصاب, بيعمل لهم سيرفي تو بي شور ذات ان العيان ده الاسره بتاعته مش انفولفد, لان طبعا هو زي ما احنا عارفين الليبرسي مش معروف بالظبط الديفينيت رول اوف انفيكشن اوف يعني ترانسميشن اوف انفيكشن, وممكن تقعد ميني ميني ييرز عشان تو بي ترانسميتد, ممكن العيان يعيش بالحاجات دي ويموت والزوجه بتاعته مش تاخد اي انفيكشن ولا حاجه ولا الاولاد. So this is the second case. I think it is an important and difficult case. Okay, لكن احنا نجمع بين الحالات اللي هي, لان الحقيقة دايما بيهميني, انا من الناس المهتمة جدا بالليبرسي والحقيقة بحب جدا المرض ده, لانه عندنا في شرقية كتير بنشوفه وعندنا بيفقد او very commonly missed. والحقيقة انا بزعل جدا لما بيبقى دكتور الجلدية بيمس الليبرسي, لان most of the cases that I have seen دائما وابدا بيبقوا جايين after many years of appearance of the disease. فدي مشكلة يعني الحقيقة. دكتور احمد بيقول لي طبعا الجرعه في الاطفال من 9 ل 14 سنه قبل الادلت ب 450 مش 600 ملي جرام ريفامبسين. اوكي كده احنا عملنا كفرج فور ان امبورتنت انكومنلي بريزنتيشن اوف ليبرسي ويتش از كولد هيستيويد ليبرسي اند كفرينج ذا ديفرنت كلينيكال باثولوجيكال اند ثيرابيوتيك اسبيكتس اوف ذيس كيس. ناو تو ذا ثيرد كيس, what is your differential diagnosis for this patient who was presenting by this palmar lesions. دكتور ايمن بزود على الحاله القديمه ان الانفكتيفيتي ليفل ان هيستيود ليبرس انكريزز ويز اورال افكشن, يعني العيان لما يبقى مع الليب تانج اند كومنلي زبلت افكشن. يعني هو طبعا زي ما اتفقنا دكتور ايمن او كلنا don't miss the oral examination. برافو عليك. don't miss the oral examination دي قاعدة عامة particularly in if I suspect this disease or any disease which is expected to have oral lesion. خمسة فقط دكتور أحمد بيقول خمسة فقط عرضة للإصابة لو عاشوا فترات طويلة مع مريض كتير الباسيلاي اللي هو المالتي باسيلري وما تلقاش علاج, فممكن دول يبقوا لو بشرط ان هو يعيش فترات طويله معاه ده بيبقى مور لايبل فور. طيب دكتوره سناء علي بدات معانا اول حد يقول على ان هي الحاله بتاعه البالمر ليجن اللي هي ليجنز اوف ذا بالم, والدكتوره فلاور والدكتوره مي عبد الله سورايسس, حد قال سورايسس وحد قال باسترسايس. اوكي is a very good differential diagnosis. هنبدأ كالعادة بالهيستوري. بيشن ده 55 سنة, ده شفته أنا في فقوس مع الزملاء والزميلات هناك في إحدى زياراتي من أكثر من 5 سنين يمكن 7-8 سنين, كنا بنشوف clinical cases وبعد كده بنقول المحاضرة بتاعتنا. وإحنا بنشوف الحالة دي الحالة very interesting, many years duration, very irritating to the patient من ناحيتين. هي بتضايقه طبعا في الشكل لان شكلها مش لطيف وده راجل موظف يجي يسلم على حد او يكلم حد, طبعا الناس متأذية من الشكل ده. الدكتورة ايمي ديرماتولوجي بتقول لايك امبلانس اتس اوكي ذس از انذر ديفرنشال دياجنوز, والحاجات دي بتاتش هيم يعني فيها اتشينج اند سام بيرنينج due to the hyperkeratosis again. ده الحقيقة ليجنز الصفرة اللي قدامنا دي this our hyperkeratotic lesion, وانتو انتو شفتوا الليجن دي كأنها في تفكير في psoriasis this is logic حقيقة جدا يعني, انما الليجن this is not bustule, هو الليجن من بعيد شكلها bustule انما actual the lesions are not bustule. الحقيقة الليجن زي ايه yellowish marked hyperkeratotic lesions
سواء هايبركاتوتيك بليكس او هايبركاتوتيك ايه. طيب خلينا نشوف الحالة عن قريب شوية للي ما شافهاش الموبايل. اوكي على شاشة الكمبيوتر. بص شوف بقى هنا الليجن ده من بعيد يبان لك ان هو باستيول، بس الليجن دي يلوش سكيلز، مش يلوش كراست. الدكتورة رشا صبري بتقول بالمو بلانتر باستيولوز نو باستيولز، مفيش ولا باستيول. من بعيد فعلا يا رشا عندك حق. انا ممكن اقرب لك شوية اهوت، شايفة الليجن بليكس اوف سكيل هايبر كاتوتيك يلوش بليكس، اهو قربت خالص اهوت، شايف البوينتر على حد من اليلوش بليك، هنا اليلوش سكيلي بابيولز نوت باستيولز. طبعا انت معذوره، واي حد بيقول ان دي باستيول سيلز، لان احنا برضو ما شفناه قلنا كده، بس لما جينا قربنا ذير از نو باستيولز اون ذا ليجن. شايفه الليجن انا طيب النت رجع تاني، فبنقول للحالة فيها سكيلي ليجنز يلوش هايبر كاتوتيك سكيلي ليجن، الباك جراوند الريسيمتس او يعني دارك ريسيم ان سم اريا. حد كان بيسال لي ده كونستريكتنج باند، هو سيمز تو بي كونستريكتنج باند، بس هو الحقيقه ما كانش كونستريكتنج باند ولا حاجه، ده كان تروما وكان ايه حاصله فيها مشكله هنا. فمديالك طبعا دكتوره مي بتسال سؤال جميل جدا، هل في يعني اذر سايد افكت؟ وانا كنت مستني اسمع كده، لان يعني ده جزء مهم جدا. انا مطلوبش منك ان انت تشخص من هنا لوحده، انا طبعا معايا صور تانية للحاله، بس انا ما نزلتهاش على النت عشان يبقى فيه ديسكشن، ما بقاش اجيب لك الحاله ستريت فورورد في كل حاجه. يعني دكتور خالد اهوت بيقول بي ار بي كويس، دكتوره عزه بتقول كالوستي نو نوت كالوستي، لكن لان هنا السكيلز مش نوت سو اليفيتد، يعني مش هايبر كراتوز اوكي، بس مش كالوستي. يعني في مثلا يا دكتور عزة لما تلاقي في بعض ريجن بابيولز سكيني بابيول تينيا منم برضو ديفرنشال دياجنوز اوكي بالمو بلانتر كراتو ديرم. هو بصي يا دكتوره مي بقى احنا هنا بنبدا نقول ايه بقى. دكتوره رشا صبري بتقول ديفرنشال دياجنوز لايكن بلانس اوف ذا بالم، صح طبعا. نانيس زكي بتقول الديوريشن، احنا قلنا طبعا الديوريشن بقى لها كتير جدا. دكتور ايمن بول ملحوظه كويسه جدا، لما تشوف حاله زي كده اللي هي ايه اي حاله فيها بالمو بلانتر ليجن او بالمو بلانتر كيراتوديرما، بص على البريفري ربما تلاقي كلو فور ذا دايجنوز. يعني ايه كلو ذا؟ يعني تلاقي البرايمري ليجن اللي مش متغطي بدي، اللي مش متغطي بالليجن ده. فاحنا ودكتوره برضو عابره بتقول في اذر سايد هي فيري جود كلينيكال هنت يا دكتور ايمن، صح فعلا. انا بص كده حبيبي انا برضو تطبيقا لكلامك دكتورة اميرة عوقيت بتسأل مال دي مليدة، شوفي انت دخلتينا مدخل كويس جدا، هو طبعا هي مش مال دي مليدة ولا حاجة، بس ايه المدخل بتاعنا للحالة دي يا جماعة؟ المدخل بتاعنا للحالة دي it is a case of هل دي حالة acquired ولا congenital بالمو بلانتر كاتو. مهم قوي، مهم جدا الحاجه دي، ده المدخل الاولاني. طبعا احنا قلنا 55 سنه ولا ميني ييرز، بس مش ديتنج سينس فيرس ولا ويز ان ذا فيرست ييرز اوف لايف، لا بقى لها مثلا 5 6 سنين. فبالتالي اللي ايه احنا هنا معاش معايا كونجنتال بولمو بلانتر كاتوديرما. يبقى انا الاول التقسيمه الواسعه للبولمو بلانتر كاتوديرما اللي حضر معانا محاضره قبل كده اللي هي ايه، اللي هي كونجنتال واكوايرد بولمو بلانتر كاتوديرما. كونجنتال واكوير. طب الكونجنتال احنا استثنيناها معايا ايه اكوير. الاكوير بقى اشهر ثلاثه في الاكوير السورايسز الاكزيما والفانجس، يا ليهم البي ار بي يا ليهم الاكزيما، قصدي الكونتاكت ديرماتايتس، لان حد كان بيسالنا على الاوكيوبيشن. طبعا ممكن، بس اللي سال بقى مثلا زي الدكتوره هند بتسال على النيلز، هل في نيلز فيها افكشن؟ فيها افكشن وهوريها لحضرتك. هيستوري اوف دراج، الدكتوره انيس بتقول هل في هيستوري اوف دراج؟ الحقيقه ما فيش هيستوري اوف دراج، لان انا بقى لي ميني ييرز 5 6 سنين، فبالتالي بليز يعني ايه موضوع دراج ده مش
بيبقى عايز اكيوت اونست وكده، الا اذا كان في كرونيك ديزيز يعني الحقيقه. بس هنا كرونيك اسف كرونيك اكسبوجر تو سيرتن دراج، مثلا واحد بيشتغل في مكان بيتعامل مع كيميكالز. انما سيمبلي انا هنطبق الكلام اللي قاله الدكتور ايمن كده، نبدا نشوف الليجن ده. دكتور ايمن بيقول ايه؟ بص على البريفري. طب شوف البريفري هنا، هل البريفري هنا بيقول حاجه؟ شوف بقى ايه ده، دي الايه ال هنا ده عند الريست، هل في الريست باين هنا حاجه؟ طيب الحته اللي انا مشاور عليها قوي دي كده ولا هيزي؟ لا كده مش هيزي. هي كويس، حد شاف حاجه على الريست؟ طب شفتوا الحتة اللي عند الريست ده؟ اللون هنا بدأ يبان شوية كده، بدأ يبان ايه؟ شايفين اللون هنا وشايفين الحتة اللي عند الريست ده؟ ايه بقى اللون ده؟ شايفين اللون ده؟ اللون ده داخل على اللون الايه؟ الفايلوت اهو، صح؟ لما انا قربت الكاميرا شوية قربت شايفين هنا ليجن دي ايه؟ ده شكلها قريب قوي من ايه؟ نرجع تاني يا جماعة، معلش مش عارف المعدة سترونج وزنيت. شارب دي ماركيشن يا دكتورة سناء، اه مظبوط، بس الشكل ايه بقى هنا؟ اللون هنا فايلوت شوية اهو، فبدأنا نشك اكتر في ان يكون العيان ده ايه، ممكن يكون لايكن بقى، لان الليجن اللي هنا فايلوت اهي. شايفة؟ شايفة البابيول اللي هنا ده؟ شايفة البابيولز دي اللي عند الريست؟ شايفة الليجن ده؟ شايفة الليجن ده؟ ده اللون الاصفر، واللون الاصفر ده الهايبركيراتوزس، الهايبركيراتوزس بليكس الصفرة. والدكتور ايمي بتقول فايليشس، مظبوط فعلا فايليشس اهو. فبدانا نشك في ان يكون ده ايه لايكن، فلازم اشوف بقى ايه. انا بالنسبه لي جات لي حاله زي كده، يبقى لازم اعمل ايه؟ هشوف الاذر سايتس اهو، ليجن هنا شكلها شكل الفايوت كلر اهو باين اكتر شويه اهو. شايفين هنا الليجن اهي، شايفين هنا الليجن، شايفين هنا، هنقرب اكتر شويه اهو. طيب هبدا اشوف بقى الاذر ليجن. طبعا الاذر ليجنز دي انا مش نزلتها على النت، هنشوف ايه بقى؟ هنشوف ضوافر واخبارها ايه. ما قال لي بقول له لو سمحت اقلب لي ايدك. ايه ده؟ اقلب لي ايدي؟ ده كلاسيك. ايه ده يا جماعه؟ يا نهار ابيض، عايزين الاظافر اهو. الدكتوره جهاد بتقول عايزين الاظافر، عايزين الاظافر دي زي ما كنا بنقول عايزين مش عارف ايه، عايزين ايه؟ النيل والاورا. الدكتوره عابره، طب هوري لك النيل اهوت وهوري لك الاورا. الدكتوره ايمي برضو بتسال على الاورا. شوف هنا بقى ده كلاسيك ايه؟ تريجيوم. دي ذا تيبيكال تريجيوم. والجينيتال والله يا دكتوره عبير كان عنده ليجن فعلا. لكن هنا شوف هنا بقى، هنا ايه قبل ما يعمل التريجيوم؟ هنا اللونجيتيودنال استريشن، وبدا يحصل ايه؟ شايفه؟ اللونجيتيودنال استريشنز، وبدا يحصل شويه ديستروفيك تشينجز. انما هنا بقى واضح ايه؟ كلاسيك تريجيوم. يعني ده اللي مشروح بالظبط في الكتاب، وهتلاقي الصورة أحسن من اللي عندك كمان. سو خلاص، ده أنا بقى كده إيه، بقيت يعني 100% إن ده إيه؟ لايكن بلانس. ودي أهمية الإكزامينيشن أوف ذا نيلز، وأهمية إكزامينيشن أوف أذر سايت، لأن أنا ممكن الليجنز دي زي ما ناس كتير جدا قالت ساعتها، وناس كتير حالا قالت على النت ده بون وبلانتر باستيولوزس. بس احنا لما بصينا عند البريفري لقينا فعلا ان الليجنز دي فايليشس وعامله زي اللايكن. لما جبنا النيل بقى نقول طب ايه اللي بايدك يا عم الحاج كده، وقلب ايده ولقينا في كلاسيك تريجيوم. كلاسيك تريجيوم، طب امال ايه بقى؟ وعنده في سكن، عنده سكن ليجن. بس انا يعني جايب لك الحاجات اللي هي اللي ايه اللي انا عايز الفت نظرك ليها، اللي هو بليز لما تشوف عيان بليز ما تنساش النيلز، يعني ممكن تكون مفتاح تشخيص. احنا ممكن نختلف في السو في البالمس والسولز، لكن مش هنختلف في النيل ده. النيل ده فور شور ات از تريجيوم اوف ذا لايكن بلانشوز از كاركترستيك ليجن. طيب شوف بقى البيشنت هنا لما فتحنا له ايه؟ قلنا له افتح ايه بقك، لقينا في هنا ايه بقى؟ لقينا ليجنز واضحه خالص اهي، شايفين؟ عنده روزيف لايكن، وعنده الواتش ستريكس اهي، دي الواتش ستريكس اهي، وروزيف لايكن، وهذا الواتش ستريكس على الجنب هنا، وعنده هنا كمان ستريكس فوق اهي في الانر ليب، شايفينها؟ اهي
وايت ستريكس وعنده اروجنز هنا، شايفين الوايتش كولر والوايتش كولر، وادي الاروجنز وادي الاروجنز، وادي الوايتش ستريكس ات ذا بريفري اوف ذا ليب، ودي الهيموراجيك كراستيشنز بتاعت نفس البيشن. سو البيشن ده عنده ايه؟ عنده واضح جدا اللي ايه، وحقيقة كان عنده كمان سكين ليجنز تانية، بس انا جبت لك اكتر ثلاث حاجات تهمني عشان ما تنساش تبص على الاورال ليجن لما تشك في العيان، والحقيقة مش لما تشك اي عيان ببص على الاورال ليجن، ببص على النيل، لان هي ممكن تبقى مفتاح تشخيص. يعني فعلا البالمر ليجن والسول ليجن ار نوت ايزي تو دايجنوز، مش ساعات جدا بيتلخبطوا مع بعض. فانا باخد كلو من الجلد، او باخد كلو من الاورال ليجن زي دي كلاسيك لايكن بلانس ليجن اوروزيف لايكن وي وايتش ستريكس اهيت، وكمان فيها حاجه ريت شويه عادك تعرفها بالمره اسمها ايه، لايكن بلانس اوف ذا ايه هنا بقى، اوف ذا جامز، نوت كومن برزنتيشن لكن بتبقى موجوده ببعض العيانين زي ده كده، وعنده هنا الاوروزيف لايكن، وزي ما شفنا قبل كده عنده ايه التيبيكال تريجيوم. طيب انا العيان ده اعمل له ايه بقى؟ اول سؤال ده المهم. خلاص انا اتاكدت حاليا ان هو ادي النيل اهيت اللي ما شفهاش تاني اهي كلاسيك تريجيوم، وادي الصوره اللي كانت نازله على النت اللي هي دي اهي، اللي هي دي اللي كانت نازله على النت كده، انا وضحتها لك من بعيد اهيت وقربتها لك تاني. شفت بقى الكالر هنا الفيوليشس، يبقى انا هنا وصلت للتشخيص من خلال جوده الاكزامينشن. يعني ايه جوده الاكزامينشن؟ يعني if you a good dermatologist you have to examine your patient very closely and very tight. يعني ايه very tight؟ يعني انت اي حاجه تفكر فيها بليز شوف by yourself بنفسك، لان كتير جدا العين عندك حاجه مش عارف في بقك يقول لك لا والله ما عنديش، لما بتوجعوش مش هتفرق معايا. طيب هو مثلا عنده ليجن تاني في مكان بس مش مضايقه ويقول لك لا والله ما فيش حاجه بيه. انت بقى شكيت في حاجه شوفها بنفسك بليز، انت شوف النيلز بنفسك، شوف الاورال ميكوزا بنفسك، شوف الجينيتال ليجن بنفسك، شوف الاذر سكين سايتس فور مثلا لايكن بلانس باي يور سيلف. هنرجع بقى تاني بسرعه، هنقول اعمل للعيان ده ايه اول خطوه المفروض اعملها له ايه دكتور مصطفى؟ الهير اكزامينشن صح، والجينيتال، وهو الليجن ده البيشنت ده فعلا كان عنده جينيتال ليجن بس انا مش جبت صورتها. لكن اول حاجه برافو عليك يا دكتوره صفاء اللي هو قالها الدكتور ايمن، اتش سي في سكريننج تيز ا ماست. يعني ايه تيز ا ماست؟ يعني اي عيان بيجي لايكن بلانس حتى لو بيور سكين، يعني سواء سكين اند اورال او بيور اورال، لان طبعا بيبقى اكتر مع الاورال، بليز اكزامين، اعمل سكريننج باي جاست اتش سي في انتي بوديز. مش مشكله، مش لازم بي سي ار عشان احنا ناس ايه فقرا. ايه هيبقى ايه؟ هنعمل سكريننج. السكريننج ده اقول له بليز اعمل لي اتش سي في انتي بوديز عند معمل واثنين، وغالبا يعني ما فيهوش مشكله انه تيست بسيط، فبنعمل له التيست ده بنلاقيه ايه بوزيتيف. موست بروبابل العيان ده فعلا كان عنده اتش سي في. ممكن العيان ده ما يبقاش عنده اتش سي في، ممكن ما يبقاش عنده اتش سي في مش مشكله، بس هتفرق كتير جدا لو انا اكتشفته. ليه؟ لان انا كده هكتشفه بدري، هحوله بدري، هياخد علاج بدري، لان طبعا النهارده العلاج بتاع الاتش سي في بقى ايه عباره عن ايه بقى سهل جدا، بقى اورال تريتمنت وبقى متوفر، وحتى ايفن كمان مش غالي للناس اللي هي مش تبع التامين الصحي او مش تبع الدوله، وبيتاخد اونلي 3 مانثس ونتائجه كويسه جدا، حتى لو في رجوع بيتاخد تاني ويروح تاني. سو مهم قوي ان انا اكون مكتشف. وطبعا حقيقة حالات كتيره جدا نتيجه ان انت بس بتحط في دماغك الحته بتاعت اتيزا ماست دي، اعتقد ناس كتير جدا مننا قدروا يبقوا هم مفتاح تشخيص الاتش سي في. احنا كدرماتولوجيست بقينا من مفاتيح المهمه جدا في تشخيص المرض ده اللي من خلال السكين ليجنز which are very common with اتش سي في. فبليز دونت مس، اعملها روتين لو سمحت، انت مش هيخس عليك حاجه، انفستيجيشن سهل جدا ورخيص جدا، اعمله بليز بليز بليز. خلاص
طيب هاو تو تريت بقى هاو تو ديل العيان ده مشكله. قال ان دكتوره مريم، دكتوره مريم الفونسو منوره حضرتك والله وحشانا، نشوفكم يا رب كده قريب يوم 10 عندكم بقى في الحوض المرصود باذن الله. طيب ايه اللي احنا هنديهوله بقى العيان ده؟ انا عملت اتش سي في والله طلع بوزيتيف، اوكي قدامي امكانيه البي سي ار، والله لقيت البي سي ار بتاعه كويس معقول، يبقى خير وبركه. طيب لقيت الليفر فانكشن تيست كويسه، يعني ايه كويسه؟ يعني طبعا عيان نون كومبنسيتد و ولا كومبنسيتد، طبعا المفروض لازم يبقى كومبنسيتد، العيان ده كان كومبنسيتد والليفر فانكشن تيست بتاعته كويسه، اتس اوكي. يعني ايه كويسه؟ يعني حتى لو elevated يعني mildly to moderately elevation، ده كل ده ما يمنعش من ان انا اديله active treatment. بس هو سؤال مهم جدا اللي هي قالته الدكتورة صباح، هي سؤال مهم اللي هو هل التريتمنت of virus C should ان الجلد يتحسن؟ مش شرط يا دكتورة صباح، وان كان كده كده لو انا اكتشفت العيان عنده عيان زي ده، انا اكتشفت ان عنده، اوكي خلاص هوديه لدكتور البطنة وهيبدا العلاج بتاعه تماما. خلاص خد العلاج بتاعه، دايما هما ما بييجوا يدوا العلاج الجديد اقول له بليز ما تاخدش اي دواء خالص، سواء بقى جلديه غير جلديه، ستينكسترويد مش ستينكسترويد، يقولوا له ما تاخدش العلاج الا اللي بتاعنا بس. طيب انا مش هاخد العلاج الا بتاعك بس، اوكي اعمل ايه؟ طيب انا كديرماتولوجيست هكتب له التوبيكال استرويد سوبر بودن زي الدرموفيت اندر اوكلوجن، واستنى لغايه ما ياخد، لان هنا في اولويات. الاولويه هنا طبعا لمرض الكبد، فالمرض الكبد دلوقتي هياخده الاول، هياخد علاج الايه الاتش سي في. لو ما فيش فرصه او بعض الناس بتبقى تستنى اللي هي ايه ده انا ما جاش عليا الدور، والناس عندنا في التامين الصحي في مصر وحاجات كده، انا ممكن هتدخل بايه؟ هتدخل هنا بالافضل طبعا الاسترويد، اوكي. بس هنا الافضل هنا ان انا هتدخل بايه يا جماعه؟ هتدخل بالاسيترتين. اسيترتين واي؟ لان عندي هنا السيفير ماركت هايبركراتوتيك ليجن هو اللي هيبقى انسب ليهم، وكمان لسه هزردس على الليفر. صحيح مش ممنوع، ما هوش قصدي مش ابسولوت كونتر انديكيشن طبعا، واحنا زي ما اتفقنا لقينا مش الليفر فانكشن مثلا مايدلي او مودريتلي حتى اليفيتد نو بروبلم يو كان جيف ات. فهو هنا بتعامل ايه اكوردنج تو ذا برايورتيز. البرايورتي بتاعنا من واحد انا اجلج سي في دكتور ايمن بيقول اهوت ان انا بعمل بالعلاج نيو دايركت اكتنج انتي فايرال ثيرابي از اللي هو الحاجات بقى بتاعت سوفالدي والكلام ده، ان هو مفروض ان انا اتوقع ان هو يجيب نتيجه. طيب هل اكشوال ده بيحصل مع كل عين؟ لا الحقيقه مش بيحصل مع كل عين، وانا شفت حالات الحقيقه كتيره، مش عايز اقول كتير لان انا مش عاملها كدراسه او احصاء، لكن في حالات بتتحسن واحنا بنبقى نامل، بالذات لان المشكله الكبرى في الاوروزيف لايكن. الاوروزيف لايكن ده حاجه رخمه جدا بتضايق العيان جدا، فاحنا بنستنى وبنامل ان هو لما يجي ياخد العلاج بتاع الاي اتش سي في تقوم تعالج الايه اللايكن بتاعه، سواء على مستوى الجلد او على مستوى ال مثلا الاورال او النيل او كده. فاحنا هنا بنستنى كده كده بنحوله ونشوف النتيجه، والله يتحسن خير وبركه، ما تحسنش وفي بواقي بتعامل انا اكوردنج للايه للبرزنتيشن بتاع العيان. والله العيان عايز ستينك سترويد اديله، لو بالتنسيق طبعا مع دكتور الباطنه. معنى يعني ايه بالتنسيق؟ يعني انا اقول له والله انت هتقلاه الدراج ده ولا مش هتقلاه؟ وقال لي انا هقلاه واهلا وسهلا، مش هتقلاه برضه، هو قراره هو. يعني انا هنا لابد ان احترم التخصص، والتخصص اللي هيقدر يديني الفتوى هنا هو ايه دكتور الايه الباطني اللي هو بيعالج ال اتش سي في. سو وي هاف تو جو ويز ذس سيستماتيك ابروتش. يعني عشان نلخص الحاله دي سريعا تاني اجين، يعني ان انا patient presenting by what's called acquired palmoplantar keratoderma. acquired palmoplantar keratoderma ليه؟ لانه كان جاي ب lesions على البار، second hyperkeratotic lesions with
باك جراوند اوف الرسيمه. الرسيمه دي لما قربنا شويه وشفناها لقيناها هي ايه فايليشس اكتر منها الرسيماتوس, ولقينا عند البريفري ليجن بوينتس تو ذا بوسيبيليتي اوف لايكن. وبليز دونت مس ذس يلوش هايبر كراتوز. يلوش هايبر كراتوز اللي خلى ناس كتير قوي تقول ان البيشنت ده باستر اوسرايسس او لوكالايزد بالمر باستيولوزيس او بالمو بلانتر باستيولوزيس, هو اليلوش ليجنز بتاعت الايه الهايبر كراتوزيس دي اللي هي جايه في وسط البالمز. فبليز دونت مس ذس كاركترايزز ذا بريزنس اوف لايكن بلانس اوف ذا بالمز اللي هو اليلوش هايبر كراتوز. اليلوش هايبر كراتوز ده مش هتلاقيه في الاكزيما ولا هتلاقيه في الفانجس ولا هتلاقيه في السورايس. السورايس غالبا بيبقى وايتش وبيبقى باك جراوند البينك كلر بتاعته. سو احنا بندي دي بقى دي اول حاجه. تاني حاجه ان العين ده ديوريشن لونج بيرد اسوشيتد ويز ايتشينج اند سام بيرنج سنسيشن. بشوف انا كده بقول والله ده كونجنتال ولا اكوارد. خلاص عرفنا ان هو اكوارد بالمو بلانتر كاتوديرما. ببدا اشوف الاكزامينشن بتاعي. والله الاكزامينشن بتاعي لقيت سكند هايبر كاتوتيك بليكس سام ارياز ار كفرد باي سيك يلوش بليكس سيك يلوش هايبر كاتوزيس. انقل بقى بعد كده على ايه examination of the skin, نمرة 2 examination of the nail, نمرة 3 examination of the oral mucus lesion, نمرة 4 examination of the hair. انا لما عملت examination of the oral mucus lesion زي ما شفنا مع بعض لقينا ان في عنده oral lesion. طبعا انا زي ما اتفقنا انا مش نزلتها على النت عشان مش اسهل الحالة قوي او ابسطها to stimulate your thinking. فلقينا ان في typical erosive lichen planus and watch streaks. لما بصينا على النيل لقينا في typical trigium. So we have a definite diagnosis of lichen planus of the bumps and soles. عملنا له screening. لازم تعمل screening please. هنلاقي ايه هنلاقي فيه HCV. هعمل له انا ايه كدرماتولوجيست هريفير على طول اقول له لو سمحت خد الرجمن الجديد واستنى لقيت العلاج بتاعه بتاع الرجمن ده حسنه اهلا وسهلا. لقينا الليجن ستيل في الجلدية موجودة يبقى انا هبدا اتعامل اكوردنج للحاله. والله الحاله لسه سيفير وما اتحسنتش مع العلاج بتاع الاتش سي في هبدا اعمل ايه ادي يا اما سيستميك سترويد يا اما هنا افضل هدي ايه الاساترتين لو حاله الليفر سمحت وبقت كويسه. وغالبا هم بياخدوا وبتحسنوا جدا بعد علاج الاورال تريتمنت ده وبيبقى فري وكده. دكتور ايمن بيقول ملحوظه البالمو بلانتر باستولز كونسنسس اوف استرايل يلوش باستولز اون باك جراوند اوف ريسيموس ديسكوميشن موستلي ان سموكر. تمام دي حاجات بتساعدني على ايه التشخيص. الباك جراوند اوف الرسيمه دي اللي هي اللي هي البينك الرسيمه بتاعت اللي بتاعت السورايسس. لكن اهم حاجه الحقيقه هو ان انا لما يبقى معايا باستيول هنا مش باستيول ده سكيل. فالسكيل هنا في الحاله دي هو اللي بيخليني اقول لا this is not باستر سورايسس. طبعا انتوا معذورين لما تشوفوا الليجن على الصوره غير ما بتشوفها الحقيقه. اه معلش هو برضو قطع تاني. الدكتوره سمر شكرا ليكي طبعا وحشانه خالص يا دكتوره سمر والله وربنا يوفقك كده في السعوديه دايما نشوفك على خير يا رب. واحنا حابينك وحابين يوم الخميس برضو معاكم وانا بستمتع تماما بوجودكم. سو this is a systematic approach for this case. وصلنا لدكتور البطنة دكتور البطنة والمريض بيتبسط جدا لما انت تكتشف مرض مهم زي ده من خلالك. الحقيقة قابلنا حالات كتيرة جدا كانت ممتنة جدا بفضل الله ان احنا قدرنا نوصل لتشخيص مبكر وقدر يتعالج بدري. وبعد كده احنا تعاملنا معاه according to the circumstance سواء topical and or systemic steroid or acetatin. سعيد